من خلال هالفرح اللي عم تشوفيه والأجواء الأعياد والمناسبات حضور هالأطفال، معناتها نشكر الله أن سوريا رجعت معافاة، الوضع صار كتير منيح، ونحن هلأ اليوم عم نعلن للعالم كله أنه نحن عم نعيش سلام بسوريا، ورح نكون رسل سلام بكل العالم على مثال ملك السلام ربنا يسوع المسيح اللي هو دعا للسلام ودعا لحتى نكون عم نحب بعضنا البعض. الأجواء حلوة وحقيقة عم نعيش أجواء عيد استثنائية كانت السنة، ما بيقدر الواحد يوصفها بكلمات، لأنه حقيقة شعور عن جد ما بقدر أوصفه من الفرح على هيدا الفرح الكبير. هيدا بعتقد هيدي قمة السعادة، لما تحسي أنت لما كنت غرقانة مع شياطين هالأرض وقدرت هيك ترميهم كلهم وطلعت للانتصار. نحن دائما رسالة السلام اللي عطانا إياها السيد المسيح بميلاده المتواضع في مغارة بيت لحم هي رسالة سلام إلى العالم بأجمعه، وسوريا اليوم بهمة جيشها وهمة أبطالها وهمة قيادتها استطاعت أن تعيد السلام لنفسها وأن تحيا السلام من جديد. هذه هي رسالة الميلاد التي نحياها هذا العام وسنحياها إن شاء الله كل عام.